تبارك الله الدواء عامره هنا في مدينه الناظور. ما كنتش الصراحه متوقع انني غادي نلقى الاجواء هكا. ولكن كنظن الدواء امنه حيت هذا الاسباس وهذا الكورنيش فيه هنا لي سيكوريتي وفيه لي جاردينيي وفيه كيما قلت لكم عمال النظافه، كلشي راه خدام تبارك الله. هذه المحطه ديال التران، شوف راه ما يمكنش، جميل. شكرا للناس اللي صاهرين ومسؤولين على هذا الكورنيش الجميل. انا يا والله الا عجبني بزاف، ارتحيت فيه هنا. شوف تبارك الله، كاين الحركه هنا في هذه الشوارع هذه. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجوله جديده. واليوم كنتواجدوا كذلك بمدينه جديده، وهذه المدينه اللي هي مدينه الناظور. المهم نتمنى تكونوا مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا جولتنا في مدينه الناظور، جوله رمضانيه كما درنا الجولات الرمضانيه في مدينة وجدة، مدينة بركان ومدينة السعيدية. واليوم جا الدور ان شاء الله على مدينة الناظور، نشوفوا الاجواء فيها ونشوفوا الشوارع ديالها. وإذا كانت هذه اول مرة تفرج في القناة ديالي اللي هي قناة اليماني، ما تنساش تشترك ان شاء الله باش يبقى يوصلك الجديد. المهم ما نطولت عليكم في هذه المقدمة، نمشيو ان شاء الله نبداو الجولة ديالنا. اليوم كما تشوفوا راه الشميشة تبارك الله، ولكن واخا الشميشة راه الجو بارد بزاف. راه الصراحة عندي واحد الجاكيت اخرى في الموطو غادي نلبسها حيت جاني البرد. المهم يلا خليكم معنا ونكملوا الجولة ديالنا ان شاء الله في مدينة الناظور. ومن هنايا درت لكم الانطلاقة والفيديو تاع المقدمة، عجبني هذا الاسباس هذا وريت فيه، ولاد الصغار يلعبوا هنايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، راحنا ولينا من بعد ما درنا المقدمة. ان شاء الله اول حاجة نلاحظوا ان الطاكسيات حمر والبيس ازرق. المهم نستناو هاد الفو فيري شال واش ندورو اليمين واش نمشيو على اليسر، داكشي غادي الموبيلة هي اللي تختارو، انا راني غير هاكل. المهم ناس الناظور كنقول لكم رمضان مبارك حتى نتوما، وعواش لكم مبروكة حتى نتوما، حيت كل مدينة مشيت لها خصني نبارك بمواليها. وراني ضيف عندكم اليوم، وان شاء الله نشوفوا رمضان في مدينة الناظور والأجواء في مدينة الناظور في دايرة. غادي ندخلو ان شاء الله لقلب المدينة ونمشيو عاوتاني نجيت للكورنيش نشوفو الأجواء في الكورنيش تاع الناظور. المهم غادي نمشيو بزاف تاع الأماكن ان شاء الله، خليكم معنا نتوما، ما عليكم غير خليو لنا تعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وباركوا لهم العواشر وباركوا لهم رمضان. تبارك الله الجو راه رائع الصراحه، راه واخا تشوفوا الشميشه كما قلتكم قبيله، الجو راه بارد والله الا الى البرد. ما عرفتش واش غير حيت انا راني كنتمشى على الموبيله جاني البرد، ولا راه صفر كايد البرد الصراحه. انا من ناظور ما كما نقولوا ما حافظلاش الزناقي ديالها مزيان، دونك غادي نبقى غير الزنقة اللي بانت لي نفوت بيها، ولكن راني عاقل شوية 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 حيت مدة ملي جيت الناظور وكيما نقولو دخلت في الشوارع ديالها وحوست فيها. المهم راه كاين فيديوهات قدام في القناة ديال الناظور، كنظن آخر فيديو درتو في الناظور وقيلا 2018، يعني راه مدة هادي اللي درت فيديو في مدينة الناظور. نقربوا شوية من هنا مجيت الكورنيش نشوفوا الأجواء في الكورنيش. غادي تكون خاوية يمكن دروك حيت مازال الحال، ولكن نمشيو نشوفوا صراحة ديك الجهة كتعجبني أنا يعني تاع الكورنيش. وتحية للناس الجالية، ناس الناظور اللي ساكنين خارج الناظور وموحشين بلادهم، سواء كانوا في برا في الخارج او في الداخل. كنقول لكم عواش لكم مبروكه، وحنا جينا اليوم ان شاء الله نقربوا لكم مدينه الناظور ونقربوا لكم بلادكم. كما درك راك اللي يكون بعيد هو اللي غادي يحس، حيت راه كنقرا تعليقات ديال المتتبعين في القناة اللي يشوفوا مدينتهم كيدير واحد الرياكسيون. يمكن بزاف ديهم عادية، ولكن راه ماشي عادية حيت هو راه بصح موحش
مدينتو موحشة عكس داك اللي كنت ساكن فيها، كتجي عادي. المهم ان شاء الله بحول الله تكون جولتنا اليوم زينة وتعجب وتعجبكم تبارك الله. كاين الحركة هنا في الشوارع هذه، راه وصور دوك مازال الحال، راه شحال راه تكون درك الزوج تبارك الله، والدواء كما كتشوفوا ممتلئة عن آخرها تبارك الله. الدواء عامرة هنا في مدينة الناظور. ما كنت الصراحة متوقع أنني غادي نلقى الأجواء هكا، صراحة لم أكن متوقعا، ولكن ما شاء الله. أنا خليتك تفوت ولكن الآخرين ما خلاوكش، معليش. هيا درك تسقلت شوية الدواء من بعد قبيلة، ما كانت الدواء عامرة الهيهات. او تبارك الله، راه غير هاد الشارع هذا راه ما قديناش نسلكو به كما كتشوفوا. هذا غير شارع واحد حصلنا فيه، اما اللي كان نزيدو شوارع اخرين تبارك الله الدواء عامرة. نزيدو نديرو جولتنا، راه مازال رانا مستمرين في الجولة ديالنا، مازال ما مشيناش بجهة الكورنيش، مازال ما مشيناش بجهة الجهة اللي مجيت المحطة، مازال ما معليش عمي. روح الله يسهل امرك، تحية ليك. الى شافك شي واحد وعقل على الهوندا ديالك يوصل لك هاد الميساج. ما شاء الله الاجواء جميلة. فين هنا الفروج؟ غادي نمشي، واش نمشيو نيشان ندور على اليسر؟ ايه من على اليسر فين كاين داك ان شاء الله نمشيو على اليسر، خليو الكورنيش حتى نوليو اخوتي ونمشيو معاه. دروك نمشيو نشوفو من هنايا الاجواء وعاد نوليو عند الكورنيش. هاد الكورنيش خصنا نريضو باش ننزلو نتمشاو ونشوفو الاجواء، ما نفوتوش غير بالموبيلي هكا وحنا راكبين. تبارك الله هنايا الصراحة عجبتني الدعوة، حيت الدعوة كما نقولوا مروجة، واخا مازال الحال واش ما عرفتش واش ديما هكا الناظور ولا غير اليوم. المهم نتوما قولوا لي. نورمالمون هنا اللي يدور على اليسر راه يمشي، اللي غادي يدور على لا اللي يدور على اليمين عنده الخضر يتمشى، اما اللي غادي يدور على اليسر هو يستنى. اين هو ذاهب؟ الله الله الله، هاد الشارع جميل. غادي نخلع طا واحد الجماليه هنايا، واحد المسجد راه اللي من ديالي رائع. مازال كما قلت لكم هادي بحال المدينه القديمه واقيلا يقولوا لها. هادي راني جبتها غير براسها، غير حيت شفت البني قديم كامل، البني قديم تاع هاد الجهه اللي هنا على اليسر، وقلت لكم المدينه القديمه. وحتى هاد البني هذا راه ديال تاع بكري نبلع الدواء. يا أخي أين أنت ذاهب؟ أنت تضحك وتتحدث مع شخص ما في السيارة ونسيت الطريق. يا أخي يا أخي، هيا الجهة عاوتاني عامرة. هنايا كاين المحطة اللي من ديالي، على ما أظن أنني أنا مرة وحدة في حياتي اللي جيت في الكار، ومرة واحدة في حياتي اللي جيت في الطاكسي. جربتهم، جيت في الطاكسي وليت في الكار مرة واحدة، اما المرات الباقيين سواء في اللوطو سواء في الموبيلا. وصلنا الكورنيش مدينة الناظور، غادي نمشيو معاه نشوفو الكورنيش. كاين شوية الناس، كاين شوية هنايا العائلات،
ولكن هاد الجهة شوية خاوية عكس قبيلة من اللي كنا في وسط المدينة. شفتو تبارك الله تبارك الله كاين الناس بزاف، وراه كاين واحد الريح اخوتي وكاين واحد البرد ما شاء الله، واحد البرودة صراحة. ما انا ملي خرجت من الدار مع الصباح كانت الحرارة بزاف قاع، ولكن قلت ندي معايا واحد الجاكيطة زيادة وغادي تنفعني، لانه باينة غادي يزيد يبرد الحال، كل ما طاحت الشمس غادي يبرد الحال باش نتكوفشو بيها عمي الحاج. وهنايا كاينة هاد المعلمة التاريخية اللي عندها تاريخ كبير تبارك الله، وصلناها درك. ها هي اليمين ديالي مبنية فوق الماء، المركب الثقافي هنا على اليسار، مركز الاستثمار الناظور، حتى هاد الشارع اللي على اليسار ديالي كيعجبني، غادي نمشي به غير ندير به دورة ونولي، حيت عجبني الديزاين ديالو. وهذا النخل اللي هنايا رائع، الناس الجالية هما هنايا، تحياتي لكم ناس إسبانيا فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وفي كل مكان في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، إلا كاين في آسيا. المهم تحية لكم كاملين. شفتوا هذا الشارع رائع، فيه هذا النخل هذا كيعجبني نفوت به، راني جيت غير نفوت به ونوليو نكملو الكورنيش ولا نمشيو لشي جهة أخرى. المهم اللي بغيتو نتوما قولوا لي، راني نستناكم تجاوبوني عاد نكمل. كنهضر معاكم على أساس غادي تجاوبوني و آي آي آي. هذا البناء جميل، ما عرفت شفته هذا. كاين هنايا الحمام، ما عندناش حتى شي حاجه نعطيوها لهم. كنتلقاو هنايا راه دارو لهم شي واحد من هنا يبيع الفارينه، نشريو لهم القمح ولا الفارينه وياك القمح ولا الزرع. وهنايا شوفوا لي هاد الجبل فيه الديور مبنيين الفوق، جا في شكل واحد، عاطين واحد المنظر جميل. هذه المحطة ديال التران، المهم كنت ريط كما قلت لكم قبيله، كنت نسمع شي حاجه كتزنزان ولا ما عرفتش، وريط نفيريفي. شكرا لكم على المشاهده، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم واصحابكم، ما عجبكمش وقدرتوا المجهود ديال انني جيت باش نصور لكم الاجواء في مدينه الناظور وبارطاجيها معكم، كذلك خليوا لنا تعليقات ايجابيه للتشجيع. شكرا لكم جميعا. ولا اخوتي من بعد ما قلت لكم بالسلامه، راه كان نسيت قبيله قلت لكم اودي انه خصني نريض في الكورنيش ونتمشى ونوريكم الاجواء، وانا يا كاع ما ريضتش وكنت غادي ندير الغلط معاكم، لذلك راني ريضت باش نوريكم الاجواء. ما شاء الله راه واحد الروعه هنايا، راه لا يمكن يعني معتانيين هنايا مزيان بهاد البلاصه. كاين هنايا الجاردين كيسقي، كاين عمال النظافه جزاهم الله خيرا حتى هما كاينين هنايا كينقيو هاد الاسباس هذا. راه انا يا والله الا عجبني بزاف، ارتحيت فيه هنا. شوف راه ما يمكنش جميل. شكرا على الناس اللي صاهرين ومسؤولين على هذا الكورنيش الجميل، والله الا راه شي حاجه جميله. المهم كنت نسيت انني نريض، وراني تفكرت كنت غادي ندير الغلط، نمرجو الحفاظ على المساحات الخضراء، ميرسي دو بريزيرفي لي زي سباس فيغ. المهم نزيدو ان شاء الله نمشيو نركبو على المياه والبحر.
واحد الريحه خوتي راهي صوت عرفتوا التليفون راني شادو بزوج يدين ونبلع عليه مايك غير باش ما يديرونجيكمش. هو جيت هنا عند المياه شوف تشوف واحد العقرب صغير شفتو غير طرازه راه واو لا فين ظهري كي دخل هرب شوفوا من هنايا الاجواء رائعه. ايوا خوتي من بعد مشيت واحد المسافه كما قلت لكم غادي نولي عند الموبيلا اللي خليتها لهي هات والله ما عرفتش كيف واش تسمى لا باركينغ ولا سيكوريتي ولا المهم تلاقيت شي بيسكيت محطوطين تما وحطيت هاد انا معاهم ولكن كنظن الدعوة امنه حيت هاد الاسباس وهاد الكورنيش فيه هنا لي سيكوريتي وبين الجاردينيه وفيه كما قلت لكم النظافه كلشي راه خدام تبارك الله. الجو بارد هنايا راه واخا الشمس والله الا البرد قلتها لكم شي ثلاثه المرات حيت ما كنتش متوقع الصراحه نتلاقى الجو بارد هنايا. الجاردينيه ها هو تحيه ليه كيسقيه الاشجار هذا الشيء زعما ماشي لعبوا فيه غير الصغار ما كرهتش حتى حنا ندخلوا اللعبه هنا. الى هنا اخوتي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا شكرا لكم على المشاهده وما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم واصحابكم. انا يلاه دروك غادي ندير الديبا ان شاء الله. الصراحه عاد دروك راه الناس كتجي والجو راه كيما نقولوا عاد غيزيد مزيان. المهم انايا نشد طريقي وانتم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم ونتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.